توج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، ده طبعا بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل بهدفين وانتهى اللقاء 2-2 الوقت الأصلي والإضافي. وأقيمت المباراة اليوم أمس الأربعاء في ملعب فودافون بارك مع قلة بشكتاش في العاصمة التركية اسطنبول. طبعا سجل أهداف المباراة جيرو في الدقيقة 36، وليفربول أدرك التعادل عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 48، وفي الدقيقة 95 سجل ماني هدفه الثاني لليفربول، وأدرك جورجينيو التعادل من ركلة الجزاء في الدقيقة طبعا قبل الأخيرة. أما في ركلات الترجيح في 2013 ليه وهو مدرب، وحصل معاه في 2013 وهو لاعب، وحصل معاه في 2019 كمدرب. البطولتين كانوا على السوبر الاوروبي وما قدرش ان هو يحقق اللقب المرتين بالخساره من ركلات الترجيح ده، بجانب بقى ارقام كتيره جدا قدر يحققها فريق ليفربول. اصبح اكتر نادي انجليزي بيحصل على القاب ب 46 لقب في تاريخه دلوقتي، بعد ما هو قدر يحقق اللقب دوت، متفوق بلقب وحيد على فريق مانشستر يونايتد. ده بجانب ان هو كده اصبح اكثر الانديه الانجليزيه حصولا على لقب السوبر الاوروبي بعد 4 القاب قدر يحققهم في تاريخه. نادي ليفربول عمل ارقام كتيره جدا وانجازات كتيره جدا بتحقيق اللقب امبارح، ده بجانب اكيد كمان اللاعبين اللي تالقوا في صفوف الفريقين بشكل كبير. كمان يعني بالالقاب والارقام امبارحين، يعني محمد صلاح طبعا ثالث لاعب عربي يحصل على السوبر الاوروبي بعد رابح ماجر وكمان اشرف حكيمي، يعني ارقام كتير واحصائيات كتير بتصب في مصلحه ليفربول وفي نجمنا طبعا المصري محمد صلاح. عايز اتكلم برضو عن فرانك لامبارد. فرانك لامبارد امبارح فعلا هو مشروع مدرب كبير، يعني شفنا امبارح بالاداء اللي عمله، وشفنا ان هو ازاي ما قدرش يتاثر بالنتيجه امام مانشستر يونايتد بعد ما خسر، في ان هو يؤدي بالاداء ده لا تحسب له طبعا. لعيبه كتير جدا اتالقت امبارح، يعني بيدرو برضو من اللعيبه، يعني كل الناس لما ايدن هازارد مشي من تشيلسي قالوا ان الحته دي هتفضى، ولكن بيدرو بيثبت امبارح لا ان هو لعيب كبير، لعيب قادر ان هو يسد الفراغ. لعيبه كتير اتالقت امبارح، بوليسيتش، برهام، يعني اكتر من لاعب في تشيلسي شفناهم امبارح. على الصعيد الاخر ليفربول برضو اكتر من لاعب تالق امبارح، ساديو ماني كان راجع من اصابه برضو شفناه، ولكن يعني يورجن كلوب شويه الناس اتكلمت عليه شويه امبارح في تغييرات في الشوط الاول، فيرمينيو طبعا يعني اكتر من حاجه امبارح اتكلموا عليها في يورجن كلوب، ولكن في الاخر الراجل بيسال عن البطوله. هو في الاخر الراجل خرج من المباراه وهو واخد السوبر الاوروبي، مبسوط جدا، لعيبته مبسوطه، جماهير ليفربول اكيد كلها كانت مبسوطه، وهو ده في الاخر اللي انت بتحاسب عليه المدرب. انت ما تحاسبش المدرب دلوقتي على الاداء اكتر ما تحاسب المدرب على البطولات اللي بيحصدها. يعني هو في الاخر الراجل عمل اللي عليه، تتفق او تختلف معاه دي بتاعتك انت، لكن هو في الاخر هو عمل اللي هو عايزه واخد السوبر الاوروبي وخرج بيه. البعض كان في بدايه المباراه يعني بيلوم بعض الشيء يورجن كلوب اللي رؤيته الفنيه للقاء، البعض شاف انه ممكن كان مستهتر فنيا بالمباراه، خصوصا بعد النتيجه الكبيره اللي خسر بيها فريق تشيلسي في المباراه في اولى جولات الدوري الانجليزي. ولكن زي ما يحيى بيقول في الاخر يسال عن البطوله، والبطوله اصبحت في خزينه فريق ليفربول، زي ما في ارقام كتيره جدا اصبحت في السي في بتاع ساديو ماني، مش بس ان هو كان غايب عن الفريق لمده طويله زي ما يحيى بيقول، كمان فتره الاعداد كان غايب في وقت كتير منها جدا، وكان رجع السنغال وكان يورجن كلوب مديله وقت اكتر من حتى بقيه اللاعبين علشان ينضم مره تانية للمعسكر. ولكن قدر يسجل امبارح هدفين في شباك فريق تشيلسي علشان يصبح اول لاعب افريقي بيسجل في السوبر الاوروبي من سنه 2006، من ساعه ما سجل اللاعب المالي فريدريك كاونتيه لما سجل مع فريق اشبيليه في شباك برشلونه. طبعا يعني ارقام كتيره جدا كتير في يعني تصدي مصلحه فريق ليفربول ولعبته طبعا. يعني ساديو ماني امبارح شفنا قد ايه الاحترافيه اللي ساديو ماني بيتعامل فيها. ساديو ماني اصبح محبوب للجماهير المصريه بشكل كبير جدا بعد كمان كاس الامم الافريقيه 2019، والمستوى اللي ظهر بيه والحب اللي كان متبادل بينه وبين الناس اللي بيقابلها سواء في الملعب او سواء بره في الشارع، لا بقى عنده شعبيه كبيره جدا، يعني الناس بقت متعاطفه. الاول كان شويه ساديو ماني الناس مش حباه، والناس كانت متعاطفه ان هو ما بيبصش لصلاح وان هو لعيب اناني وان كتير قوي، ولكن دلوقتي ساديو ماني اصبح عنده شعبيه داخل مصر كبيره جدا، وشفنا امبارح اكتر من لقطه لساديو ماني، شفنا لقطه التيشيرت اللي كان شايله لما راح له المصور عشان يديله التيشيرت، وقد ايه هو مبسوط وقد ايه بيتعامل مع الناس. لا ساديو ماني لعيب كبير مش بس في الملعب، خارج الملعب قبل ما يكون داخل الملعب، وهو ده اللي شفناه امبارح. ليفربول امبارح يمكن شويه تشيلسي كان يستحق ان هو ياخد المباراه، ولكن هي دي كره القدم، انت ممكن تعمل ماتش جيم طول الجيم انت الاحسن، ولكن في الاخر الفريق المنافس هو اللي بيكسب.